أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، 27 أيلول، 27 تسعة 2023. توقعات برج العقرب، هتلاقي صعوبة في الشغل، ما تضيعش مجهودك، حاول تفكر ماليا في كل الأمور اللي انت بتبص فيها قبل ما تبتدي. انت بحاجة انك ترتاح، ما تعملش كتير من المجهودات، حاول تسترخي اكتر. عندك مشاعر للإحباط هتخليك غاضب لحد ما في يومك ده، حاول تبقى بعيد عن الصمت. هتبقى في حياة بتجري حواليك هتهتم بيها اكتر في الفترة دي. توقعات برج القوس، انت محبوب جدا، متفائل لحد كبير، كل ده هيخليك مثالي لحياتك ولروح الجماعة اللي عندك. الوقت النهاردة مناسب لو حبيت تدافع بيه عن قضيتك. هتلاقي صعوبة في انك تواكب وترتك، لكن لازم تعيد شحن بطاريتك مرة تانية بانك تاخد هوا نقي، هيساعدك. حاول انك ما تقلقش بشأن اي تفاصيل. عندك لقاء النهاردة مع صديق ليك، هبقى في جدول اعمالك وترتيباتك، هتاخد هدنة اكتر عشان تستمتع بيها قبل ما ترجع مرة تانية للشغل الجاد والقتال في حياتك. توقعات برج الجدي، هيتعين عليك انك تحدد موعد نهائي تقدم بيه نجاحات ومشاريع كتير. هتفكر على المدى الطويل وهتبتدي تحس بأثار لمجهودك البدني اللي انت بتبذله في الفترة الأخيرة. هتمشي بسهولة جدا نحو اتجاهك وهتسترخي. كل المواقف القديمة هترجع مرة تانية تظهر في رسالة أو في مكالمة هاتفية بتتلقاها، فخليك حذر ومستعد لأسوأ الأحوال. توقعات برج الدلو، ثقتك في نفسك النهاردة بتمشي في مسار تصاعدي كبير، هيبقى في تعطش لحياتك هيخفف من الجو حواليك. هتبقى انت موضع تقدير بالنسبة ليك ولكل غرايزك اللي هتبقى بتوجهك في اتجاهها الصح. هتستمتع لي جسمك بشكل كبير، وهتبقى من الكويس انك تراجع متطلباتك الغذائية. هتبقى نجم العرض وهتحقق اقصى استفادة من التطلبات دي، وهتحس انه ده من حق من حقوقك ولازم تتأكد منها. توقعات برج الحوت، في تفاهة في حياتك اليومية بشكل كبير، وهتبتدي تواجه مواقف بتفتح قدامك الباب على ابعاد كتيرة جدا. هتأدي القلة في تركيزك وارتكاب اخطاء فاتحة جدا، عشان كده بتميل وتتراجع انك تسيبها. هيبقى من الصواب انك تقاوم شوية التأثرات اللي بتبقى عندك وتبقى جريء وتتبع نجمك، مش هتندم على ده. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.